هنا بمقر المصلحة الولائية لأمن العمومي بباب زوار تستعد تشكيلة من الأمن الوطني لاحتلال مواقعها ضمن مخطط أمني تنفيذا لحظر التجول المفروض لاحتواء تفشي وباء كورونا. إنها 7 مساء، ساعة بداية الحجر الجزئي. على غير عادتها هكذا تبدو شوارع العاصمة. تضمن المرسوم التنفيذي 2070 المؤرخ في 24 مارس 2020 جملة من التعليمات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بحيث نصت المادة 7 و8 منه على ضرورة مخالفة كل الأشخاص المخالفين لحظر التجوال في الساعات القانونية المرخصة لذلك، مع العمل على تسهيل المأمورية لكافة الأشخاص الذين يحوزون على رخص مخولة لهم صادرة من السلطات المختصة. تطبيقا للإجراءات الأمنية الصارمة تجوب بعض سيارات الشرطة الأحياء والأزقة لحث المواطنين على البقاء في بيوتهم مستعملة مكبرات الصوت. كما تنصب عناصر الأمن الوطني حواجز أمنية في الطرقات السريعة توقف كل سيارة، تدقق في وثائق صاحبها وتستثني حاملي التراخيص. من أجل الصحة العامة وسلامة المواطنين ندعوهم للالتزام بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وهذا من خلال التزام منازلهم بحظر التجول من الساعة 7 مساء إلى غاية الساعة 7 صباحا، كما تبقى الأرقام الخضاء 1548 وخط النجدة 17 تحت تصرف المواطنين في حالة أي طارئ. مصالح الأمن مجندة للمساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطن الذي أبدى استجابة لقرار الحظر الصادر عن سلطات البلاد لمواجهة عدو من نوع آخر يدعى وباء كورونا.